بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا،
ربنا بالله ربا وبلسان دينا وبمحمد النبي ربنا بالله ربا وبلسان دينا وبمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر ثبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر ثبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أسرى الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أسرى الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أسرى الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
الميتين طيبين الطاهرين واسوا بالاكرمين وزوجي الطاهرات امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا ما هم فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله وعد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيدنا رسول الله محمد رب الله صلى الله عليه وسلم ولسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي ووصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلوي بأن الله الكريم يولي جنازاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وسرهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويهدمنا في سرهم ويبعثنا بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء الكون أجمعين من مشارق الأرض ومغاربها لأن الكريم يولي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويرفعنا بعلومهم وأسرارهم ويلحقنا في خير ولطف وعافية ويملأ قلوبنا بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. آمين. الفاتحة لصاحب الرديف قبل الإرشاد عود البلاد والعباد سيدنا الحبيب عبد الله بن بعلوي الحداد ووصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلوي بأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويكتبنا في مدنه بالمقادم وبجاههم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم ومشيخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا والتحيائنا ولمواتنا ولمواطنين على هذا الرتيب ولمن كان سببا في جميعنا بأن الله الكريم ينور القلوب ويسر العيوب ويفرج الكروب ويحفظنا بما أعطى به الذكر وينصرنا بما جرى به الذكر وينصرنا بما نزل به الرسل ويمدنا بما جرت به المكادر ويعمل علينا كل عسير ونسأل الله الكريم أن يسد ديوننا والله صومه عنا وجميع المسلمين جميعا وشاملة بكل نية صالحة وجميع عباد الله الصالحين سابقا ولاحقا مما يحب الله تعالى اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك مع حبك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا واكفر لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا واكفر لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا واكفر لنا حيث كنا. يا مغيث
والعزيمة والشهادة يا الله بنا ومجابا والعرش مخطوبا يا ربنا بالسعادة والخاتمة والشهادة يا الله بنا ومجابا والعرش مخطوبا يا الله بالتوبة والقبول والإحسان يا الله بالتوبة قبل درج الأجفان يا الله بالتوبة والقبول والإحسان يا الله بالتوبة قبل درج الأفهام يا الله بالتوبة والقبول والإحسان يا الله بالتوبة قبل درج الأفهام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها فإن الطريق إليك رجيم دعوتك المضطرا وأنت السبيل وجدتك محتاجا فكيف أضيق وإن تطردني عن بابك فإن الطريق إليك رجيم دعوتك المضطرا وأنت السبيل وجدتك محتاجا فكيف أضيق وإن تطردني عن بابك فإن الطريق إليك رجيم يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا دافع البلاء والبلية صل على محمد خير والرزقية فاغفر لنا يا ذا المولى في هذه الليلة يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية المواهب السنية يا دافع البلاء والبلية صلي على محمد الخير والرزقية فاغفر لنا يا ذا المولى في هذه الليلة يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا دافع البلاء والبلية سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا بلا فالإجماع تلالات من كل دين على فقيد الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأقرأ إليك بما تعلم أنه الباطل عندك خذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن
أن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أحن بها قبري، لا إله إلا الله أهل بها وعدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله ونتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الله الإمام الحبيب علي ابن بكر السكران، لأن الله يقدس روحه في الجنة ويرضانا بأسرارهم وبعلومهم وبدائهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم بلسان الجامع في الحضرة الواسعة على عبدك الجامع الكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية عدد الحركات والسكنات والعطرات واللحظات وعدد المصلين عليه وعدد صلواتهم وعدد الذاكرين له وعدد أذكارهم وعدد الذاكرين لله وعدد أذكارهم صلاة يقر نورها في أذني فلا تعصي ويقر نورها في عيني فلا تعصي ويقر نورها في لساني فلا يعصي ويقر نورها في قلبي فلا يعصي ويقر نورها في جسدي كله فلا يعصي. اللهم أوصلني إلى حالة لا يعمل فيها قلبي بمخالفة ولا يهم بها ولا تقارب فيها جوارح معصية، وبلغني إلى مقام لا يفتر فيه قلبي عن طاعتك مرضية لديك مقبولة عندك، ولا تفك جوارح فيه عن عمل صالح خالص لوجهك مقبول لديك يا أرحم الراحمين. الله يا الله يا الله يا من جاء القاصد يا غفار. بسم الله وبنادينا تدعى جمهم علينا وبك الأحاديث التي روينا.
الجبال الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي ويا قيوم الله يا قوي يا قديم الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلونا إنا دعوناك استجب آمين الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا تواب يا حليم الله يا وهاب يا كريم أكرمنا واجعل عندنا الدولة إنا دعوناك استجب آمين الله يا مالك يا منير الله يا ملك يا قدير الله يا مولى ويا نصير الله أنت الملك الكبير ليس لنا لك معجزين استجب آمين الله يا شكير يا شكور الله يا عفو يا غفور الله يا عليم يا خبير الله يا فتاه يا بصير لا تعلم أن فتحك المبين إنا دعوناك استجب آمين الله يا ظاهر يا جليل الله يا باطن يا وكيل الله يا صادق يا جميل لنا وكن معينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا غني يا حميد والله يا مني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد والله يا عزيز يا مجيد يا سك التوحيد يشكرونا إنا دعوناك استجب آمين الله يا قادر يا مقتدر والله يا قاهر يا مؤخر الله يا فاجر يا مصور الله يا مسي ويا مدبر دبر لنا ودبر العجيلة إنا دعوناك استجب آمين الله يا دائم لا يموت والله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا محيط يا مقيت كن عظمنا وعزمنا الحصينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا باسط أنت الواسع الله يا قابض أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا حافظ أنت الرافع ارفع معنا إلينا دعوناك استجب آمين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي ويا سميع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا هادي أعجبتنا بما جرى يكفينا إنا دعوناك استجب آمين الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام والإنعام والسيد المطلق للأنام ارحم علي لك عادلينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا أول أنت الوارد الله يا آخر أنت الراشد يا بكر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد فارك أمنا على ما فينا دعوناك استجب آمين الله يا مهين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال لا يريد إنا بعف لك قد رجينا إنا دعوناك استجب آمين الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا مقدم الهادي الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الاكرم ليس لنا سواك من يحمينا انا دعوناك استجب امين الله يا وارث انت الابد الله يا باعث انت الاحد يا مالك الملك الاله الصمد لا كف لا والد لا ولد كفها اذا عنا فقد اغنينا انا دعوناك استجب امين الله يا خالق يا قهار الله يا نافع انت الله
آمين. الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى العز التام من دينه الحق هو الإسلام. قد اكرم اللهم ناصرينا إنا دعوناك استجب آمين. الله الحسن المتعالي الحكم الفرد ذو العرش ولي الحكم الحافر المبدي الجواد المنعم العادل العدل الصبور الأرحم. بك لنا في أرضنا تمكينا إنا دعوناك استجب آمين. الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان. ديانا رعنا بابك المسودة إنا دعوناك استجب آمين. الله يا خلاق يا منيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السميع المجيب المستعان السميع المجيب إنا دعوناك استجب آمين. المستعان السميع المجيب إنا دعوناك استجب آمين. المستعان السميع المجيب إنا دعوناك استجب آمين. الله يا الله يا الله يا من جاء القاسي يا حوزاه. اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي السوء سبحان الله وعلى الكتاب وادخلني واياه الجنه من خير سابقه اعذار ووصلي الى كتاب هذه الفاتحه. اللهم في الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم في الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم سمه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اسمي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم ابتأ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أنصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أكن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم احرس أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اخبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اهد من ولاها واهد من عداها وبلغ من الفتح المبين ونسمز بكل زمان ومكان حياة مناها. اللهم اهد بها شرك الكريم ودينك المبين واكمل دامتها إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين. الفاتحة. سواك إلهنا وارتف بنا واجعل رضاك شعارنا. قد ضاق الهلاك وهالنا عجب القرود وحادثات زماننا. يا رب قد عرس النسير وهالنا إلا كان نرجوه لكشف كروبنا. هل ثم غيرك يا إلهي يرتجى أو هل لغيرك
يشتكي أهوالنا أو قد يحيب رجاؤنا بك سيدي. كلا فليس يحيب فيك رجاؤنا فبحق رفعة سرك الموضوع في أسمائك الحسنى للطفك عفنا. يا ربنا إنا توسلنا بما بهداك للدين القويم هديتنا المصطفى المختار من فاق الورى ورقى إلى رتب العلا لما دنا. لولاه لم نشهد سنا برق الهدى كلا ولا ستعد شموس يقيننا. هو أصل كل فضيلة وجميلة وأشرف الرسل الكرام حبيبنا. يا رب وفقنا لما ترضى ولا تجعل إلى سوء الحساب مصيرنا واجعل توكلنا عليك ولا تكل لسوى جلالك يا إلهي أمرنا. واصلح فساد قلوبنا واجعل لنا من كل هم مخرجا ورأفتنا وتعطف اللهم في غفران ما قد كان منا من قبيل ذنوبنا. واصلح عواقبنا وسهل أمرنا وانصر وأيد من يؤيد ديننا واشمل جميع الحاضرين مراده من كل ما ترضى به يا ربنا. وافض علينا صحب عفوك واسقنا كأسا رويا من عياد نبينا واعتم بآتمة الرضا أعمالنا واجعل على توحيد آخر عمرنا. وافض على العبد الذليل مواهبا وانشره من أوهاله مما جنى وعلى الرسول أبي البتول محمد خير الأنام صلاتنا وسلامنا. وعلى الرسول أبي البتول محمد خير الأنام صلاتنا وسلامنا. وعلى جميع الآل والأصحاب ما هم أنجم ظهرت بآفاق السماء. وطلبت لنا في ديننا ما لقرب أنت ولك. رب وفقنا ووافق لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق لكل هلا دائما وإلى أنفيا علما من الله الخير والوفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشرور غافرا من رضا منك ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منهم واغفر استر أنت أكرم الستر. والصلاة الله العاش المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصابر الصابر. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكره. ما بيأبى غبان. ونو تقوم هم وهم سيرون. هرجيبونو هم جهل هم جانون. أبونو أبى سنتوزني مشان سنيلو منتيما.
naishiriana omchi otipia abarehe maulida ishiriana ukaya e maulida mazima ya homchi otipia na ishiriana ukaya e maulida ngajo somwa e le 27 ya homozi un donc le 27 hena mdaya ojo soma maulida alimaku msiriwa hao sisi hunu hatu ishali sobo ya hatu ishali sobo ya hatu ya hoa ya hadali ya homozi sha na ishiriana ukaya sina maulida ya herati. E maulida yao na ria hesi suti pia kubaliani ukaya gardo ya soma le 27 ya ya kusoma ya mtupia. Haizo ni tupia na mlaliko maulida yao eo chuka ushile tena ya tabaruku abo binisa yao o na mwasa ya